بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في المحاضرة السادسة، والمحاضرة السادسة هي محاضرة بسيطة خالص علشان كل المصطلحات اللي احنا هنسمع عنها دلوقتي احنا بالفعل سمعنا عنها. في المحاضرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على اللينير كونفلوجن في الكونتينوس تايم سيستم، وده كان تكملة أصلا لكلامنا عن الكونتينوس تايم سيستم اللي احنا اتكلمنا على بعض الصفات وبعض الخواص وبعض الأنواع من الكونتينوس تايم سيستم، زي مثلا إن هو يبقى لينير، إن هو يبقى نون لينير، زي الكوزل نون كوزل، الكلام ده هو. يبقى ده احنا كنا بنتكلم على continuous time system. نفس الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرتين اللي فاتوا دهمت احنا هنقوله في المحاضرة السادسة، ولكن الاختلاف كله اللي احنا بدأنا نتكلم على discrete time signal. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي احنا ما عدناش بنتعامل مع continuous time system، احنا دلوقتي بدأنا نتعامل مع discrete time system. يعني ايه بقى ايه فكرة ال discrete؟ زي ما احنا كنا قلناها في المحاضرة الاولى والتانية، اللي انا كان عندي ان السيجنال ده هي دي سيجنال continuous، كل اللي انا عملته اللي انا اخدت منها شوية samples، اللي انا كأني بقت ما بدل ما هي كانت معرفة عند كل ال تي، يعني عند كل الوقت، يعني احنا اخدنا منها سامبلز معينة، شوية عينات منها، ماشي؟ مثلا عينة هنا وعينة هنا وعينة هنا وكلام من ده، تمام؟ وبالتالي احنا ما عدناش بنتعامل مع سيجنال متصلة، لا ده احنا دلوقتي بدأنا نتعامل مع سيجنال ايه؟ ديسكريت، يعني عبارة عن مجموعة سامبلز بس، مجموعة عينات مش أكتر. وزي ما احنا كنا طبعا اتفقنا في المحاضرة الأولى اللي احنا عملنا كده عشان تبقى أسهل اللي احنا نحللها، تبقى easier to analyze، مبيبقاش فيها noise، كلام من ده، ماشي؟ المهم، يبقى discrete time system ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو بي accept input sequence، اللي بقى الفكرة برضو زي اللي هناك بالظبط، هو هنا بي accept input sequence، ولكن هي الفكرة كلها ان هو بي accept ايه؟ مجموعة من السامبلز، يبقى x of n مش x of t signal كاملة زي المحاضرات اللي فاتت اللي هي زي continuous، لا هي بتبقى عبارة عن مجموعة سامبلز، وبينتج برضو output sequence برضو عبارة عن مجموعة ايه؟ مجموعة سامبلز، ماشي؟ طيب ال classification للسيستم، يعني التصنيفات للسيستم، نفس التصنيفات اللي احنا اتكلمنا عنها في الكونتينوس، يبقى عندنا حاجة اسمها linear و non-linear، عندها time variant time invariant، وعندنا linear time variant و linear time invariant، causal non-causal stable و unstable، وعندنا في الاخر conclusion. ونلاحظ ان conclusion في بطريقة ال discrete هتبقى اسهل جدا يعني، بس هو على فكرة نفس كل حاجة، نفس طريقة الإثبات، نفس كل حاجة بالنسبة للإيه؟ لأي نقطة تانية ما عدا الكونفلوجن. هنعرف دلوقتي طريقة الكونفلوجن، هي برضو نفسها ولكن ليها طريقة سهلة جدا، دي اللي احنا هنعتمدها إن شاء الله، تمام؟ طيب يبقى أول حاجة زي ما احنا اتفقنا برضو لما كنا اتكلمنا في المحاضرة الرابعة، لو حد فاكر، اللي احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها ايه؟ اللينياريتي، اللي هي اللينير سيستم والنون لينير سيستم، يبقى نفس الفكرة. يبقى احنا برضو بنقول هنا ان السيستم هيبقى لينير لو هو بيحقق السوبر بوزيشن رول، اللي هو فكرتها ايه؟ فكرتها ان هو لو انت عندك مجموعة من الانبوت، يبقى كومبينيشن اوف انبوت سيجنال، دخلتها على السيستم ولقيت ان هي طلعت زي بالظبط الكومبينيشن بتاعت الانفيديجوال ريسبونسز، يعني دخلت كل واحدة على السيستم لوحدها وبعدين جمعتهم لقيت ان كله بيساوي بعض بالفعل، يبقى معنى كده اللي هي لينير، ماشي؟ وعرفنا طبعا طريقه اثباتها وفي المحاضره الرابعه. بالنسبه للتايم فاريانت والتايم انفاريانت، يبقى زي ما احنا اتفقنا لو حصل في ديلايد انبوت، يبقى لو حصل الانبوت ديلاي هينتج برضو ديلايد ريسبونس، يعني لو احنا عملنا شيفت للانبوت هينتج برضو شيفت للايه؟ للاوتبوت. الكوزاليتي، يبقى زي ما احنا برضو كنا اتفقنا ان الاوتبوت ما بيعتمدش على اي فيوتشر فاليو، تمام؟ يبقى لو هو ما بيعتمدش على اي فيوتشر فاليو بنقول عليه كوزل، لو هو بيعتمد بالفعل على فيوتشر فاليو هنقول اللي هو ايه؟ نان كوزل، ماشي؟ ونفس الفكره برضو في الاستابيليتي، اللي هو الباوندد انبوت، لو احنا بندخل لي السيستم ده هو الباوندد انبوت، يعني انبوت محدود القيم بتاعته فينت محدوده يعني، يبقى لازم اللي هو بروديوس برضو ايه؟ باوندد اوتبوت، ماشي؟ حتى هنا في المحاضرة احنا اتكلمنا عن الموضوع بشكل سريع قوي علشان احنا اصلا قلنا كل الكلام ده بالتفصيل واثبتناه كمان في Lecture 4، ماشي؟ طيب يبقى ده طبعا اتكلمنا على كل النقط دهيات، linear non linear، time variant time invariant، causality والاستابيليتي، ماشي؟ وده طبعا مثال، المثال ده هو ممكن ان احنا نحله بمجرد النظر، يعني لو حد جرب يحله بمجرد النظر هيلاقي اللي هو على فكرة هيبقى صح. طيب خلينا كده نشوف شوية أمثلة ونشوف هل هنقدر نحل بنفس الطريقة اللي احنا تعودنا عليها ولا لأ. لو دلوقتي ده سؤال في الامتحان وبيقول لي هل السيستم ده هو لينير ولا نون لينير، يبقى بكل بساطة اللي بقى زي ما احنا اتفقنا احنا ممكن طبعا نثبتها بالطريقة اللي احنا عرفناها مع بعض يعني، أو اللي هو الحاجة التانية اللي احنا بنشوف هل احنا عندنا أي تربيع؟
ما فيش اي تربيع هنا او اي تكعيب او اي حاجه نون لينير مثلا زي اللوج او الاي او الكلام دوت، فهو ما فيش. طيب هل احنا جمعنا على كونستانت؟ برضو ما فيش، وبالتالي نقول اللي هو لينير. تمام، عايز تتاكد طبعا انت يعني عشان تتاكد بنسبه 100% انت هتثبت، تمام لازم تثبت، ولكن يعني بنسبه 99% الموضوع هيتحل من مجرد النظر. يبقى لينير طالما انت لاحظت ان ما فيش كونستانت اتجمع، يعني ما فيش ثابت اتجمع هنا، و ايه تاني، وان هو هنا مثلا ما فيش تربيع او تكعيب او لوج او حاجات ديت، فخلاص هو لينير. طيب ازاي نحدد ان هو تايم انفاريانت ولا تايم فاريانت؟ احنا زي ما احنا اتفقنا هو هيبقى تايم فاريانت امتى؟ هيبقى تايم فاريانت لو احنا لقينا ان ال n مضروبة في ثابت، يعني مثلا 2 n او 3 n، كده هتبقى تايم فاريانت على طول، او ان ال n مضروبة في الانبوت. هل هنا في اي حاجة زي كده؟ لا، ال n هنا ما اتضربتش خالص في الانبوت، وال n هنا ما اتضربتش في ثابت، فهو خلاص هي كده بالفعل هي تايم انفاريانت. طيب هل هي كوزال ولا نان كوزال؟ طبعا اثبات الكوزاليتي سهل وبسيط جدا، انت زي ما احنا اتفقنا انت بتعوض بثلاث قيم، سالب واحد مره، مره بواحد، ومره بصفر، يبقى سالب واحد وصفر وواحد. جرب كده على حسبه ويجرب، خلينا نجرب الاول واي اوف سالب واحد، خلينا نجرب كده واي اوف سالب واحد ماشي هيساوي كام؟ شيل كل ان وحط مكانه كده سالب واحد ماشي، جرب معايا كده، اللي بقى اكس اوف سالب واحد زائد واحد اللي بقى اكس اوف الصفر ناقص 2 اكس اوف سالب 1 زائد اكس اوف سالب 1 سالب 1 يعني سالب 2. يبقى هو كده بيعتمد على ايه؟ اللي بقى بيعتمد على اكس اوف الصفر تمام، وناقص 2 اكس اوف الصفر برضو، يبقى 2 اكس اوف الصفر. يبقى كل الكلام ده هو، خلي بالك خلي بالك انت واخد بالك من اللي حصل هنا، زائد اكس ان ناقص 1 اللي هو اكس اوف سالب الاتنين. لاحظ كده ان ال y of سالب واحد بتعتمد لسه على input ما جاش اللي هي x of الصفر. طيب يبقى بكل بساطة هو كده هو بيعتمد على future input، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ non causal. يبقى احنا علشان نثبت اللي هو causal ولا non causal احنا بنعوض بالتلات قيم ده، هي سالب واحد مرة، بصفر مرة، وواحد مرة. لو لقينا اي واحد منهم تعويضه نتج اللي هو بيعتمد على قيمة x لسه ما جاتش، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ معنى كده اللي هو نان كوزال. وطبعا هو واي اوف سالب واحد معتمد على قيمه اكس اوف الصفر اللي هي لسه ما جاتش اصلا، وبالتالي طبعا هو كده نان كوزال. يبقى السيستم ده هو لينير، السيستم ده هو تايم انفاريانت، والسيستم ده هو ايه؟ نان كوزال. طيب خلينا نشوف اللي بعده. اول حاجه هل ده لينير ولا لا؟ الكي كونستانت على طول، الكي كونستانت يبقى هو نان لينير تمام، يبقى هو ايه؟ اول حاجه هو نان لينير. طيب هل هو تايم فاريانت ولا تايم انفاريانت؟ والله شوف كده، هل الانبوت مضروب في ان مثلا؟ مضروب في ان؟ لا مش مضروب في ان. طب هل الانبوت مثلا سوري، هل الان مضروبه في سكيلر، يعني مثلا مضروبه في 2، مضروبه في 3، الكلام ده اهوت؟ لا برضو، يبقى هو كده تايم تايم انفاريانت ماشي. يبقى ايه اللي بيخلي السيستم اللي هو تايم فاريانت؟ ان مثلا الان عندي تتضرب في رقم، او ان الان تتضرب في الانبوت اللي هي الان مثلا تتضرب في اكس وفي الان، يبقى معنى كده ان هو هيبقى على طول تايم فاريانت. هل ده حصل؟ لا ما حصلش، يبقى هو تايم انفاريانت ماشي. طيب كوزل ولا نان كوزل؟ يبقى زي ما احنا اتفقنا بقى، بس عشان وقت الفيديو هتجرب مره بسالب واحد، مره بصفر، ومره بواحد تمام، وتشوف هل في اي مره من المرات هو هيعتمد لسه على قيمه اكس لسه ما جاتش تمام. لو اعتمد على قيمه اكس لسه ما جاتش، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ معنى كده ان هو نان كوزل. لو كلها قيم يا اما من البريزنت او من الباست، يبقى هو كده كوزل عادي ماشي. طيب يبقى خلاص احنا كده خلصنا دهوت. تيجي نجرب؟ ماشي تيجي نجرب، تعالى نجرب كوزال ولا لا. يبقى تعالى كده نجرب اللي هو ايه؟ واي اوف سالب واحد ماشي. واي اوف سالب واحد بيساوي كي زائد اكس اوف سالب واحد زائد بوينت 0.75 ماشي. المهم يعني اكس اوف سالب سالب واحد سالب واحد اللي بقى سالب اتنين. يبقى كده لما احنا جربنا بواي اوف سالب واحد، هي اعتمدت على ايه؟ على قيمة الاكس بتاعت سالب واحد وسالب اتنين. هل كده فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، ليه؟ دي كلها قيم من الباست اصلا، قيم خلاص عدت، يبقى يا اما قيم من الباست او البريزنت، ما عنديش خالص مشكلة معاهم. طيب خلينا نشوف كده واي اوف الصفر. واي اوف الصفر هتعتمد على اكس اوف الصفر، ودي من البريزنت، وهتعتمد على اكس اوف صفر ناقص واحد اللي هي
ده اللي هي ناقص واحد يعني اكس اوف ناقص اوف سالب واحد، يبقى معنى كده اللي هي بتعتمد على قيمه من الايه، من الباست. هل هي بتعتمد على قيمه من الفيوتشر؟ لا، يبقى هي لغايه دلوقتي برضو واي اوف سالب واحد ما فيهاش مشكله. طب جرب كده واي اوف الواحد، يبقى واي اوف الواحد جرب كده، يبقى واي اوف الواحد بيساوي اكس اوف الواحد، يبقى برضو بتعتمد على البريزنت، واكس اوف واحد ناقص الواحد اللي هي اكس اوف الصفر، يبقى هي بتعتمد على الايه، البريزنت والباست. هل فيهم كده مشكله؟ لا. يبقى كل ده هو كده ايه، بما انه ما اعتمدش على اي فيوتشر انبوت في الثلاث مرات اللي احنا جربناها، يبقى نقول على السيستم دوت ان هو ايه، ان هو كوزل. يبقى السيستم ده هو كوزل، السيستم ده هو تايم انفاريانت، والسيستم دوت از نون لينير. نون لينير دي عشان انا عندي هنا ايه، كونستانت. وعلى فكره طريقه الفلاوه ديت مش انا اللي مخترعها، دي نقطه برضه انا لازم اذكرها. دي يعني اصلا حاجات من الحاجات اللي العلماء لاحظوها في اي سيستم عموما وبداوا يقولوها، يعني حتى هي اصلا مكتوبه هنا في الكتاب ده على فكره. بص كده معايا، مكتوبه هنا في الكتاب ده ان الاكزامبلز دي اصلا جت من الكتاب ده اللي هو اسمه انتروداكشن ديجيتال سيجنال بروسيسنج. المهم يعني شوف كده، هو كاتب لك هنا ايه، اللي هو if we apply the superposition rule we observe that it's not satisfied due to the constant k. يعني هو بيقول لك اصلا هو لاحظ ان في constant k وبالتالي السيستم is not linear. يعني شوف الموضوع اصلا بسيط ازاي. وطبعا برضو قال لك ان السيستم is time invariant زي ما احنا قلنا برضو، وقال لك برضو ان السيستم is causal، يبقى احنا فعلا حلينا صح. ماشي، يبقى خلاص احنا كده الحمد لله فعلا حلينا المثالين صح. وعلى فكره المثال اللي قبله برضو من نفس الكتاب اهو، تمام، المثال اللي قبله من نفس الكتاب. طيب نكمل. يبقى اخر حاجه احنا دلوقتي اخدنا كل الحاجات اللي احنا عرفناها لغايه دلوقتي، اللي هي الاستابيليتي، كوزاليتي، تايم فاريانت وتايم انفاريانت، برضو لينير ونون لينير. باقي الايه، باقي الكونكلوجن. شوف بقى الكونكلوجن سهله وبسيطه ازاي. اول حاجه هو في طريقه زي الطريقه اللي هي بتاعت المحاضره اللي فاتت، برضو طريقه يعني ايه، اللي هو انت بتعمل ريبليس وبعدين بتعمل فليبنج وبتعمل بعدين شيفت وبعدين يعني خطوات، او بعدين بتتعرف على كريتيكال. المهم يعني خطواتها كتير. ماشي، في طريقه اسهل وابسط واجمل بكتير جدا، اللي هي طريقه الماتريكس. تمام، طبعا هو في الام سي كيو اصلا كده كده هو مش بيطلب بطريقه معينه، اي طريقه كده كده هتوصلك للناتج الاخير، يعني ده كده كده. وبالتالي انت براحتك بقى تختار اي طريقه انت عايزها. احنا هنختار اي طريقه، احنا هنختار طريقه الايه، طريقه الماتريكس. ماشي، طيب هنحل الماتريكس ازاي، يعني او هنحلها بالماتريكس ازاي؟ يبقى حاليا احنا بنعمل ايه، احنا هنا احنا بنعمل كونفلوجن برضو، ولكن في ديسكريت تايم سيستم. وعلى فكره السؤال ده كان جه في الامتحان السنه اللي فاتت. وده يقول لك برضو ان هو ان الامتحان اكيد بيكون بيراعي حته ان الوقت يعني ايه، ساعه ونص بس، واكيد ما فيش وقت كتير، وبالتالي حتى لو هيجي حاجه تيجي مثلا حاجه ان شاء الله يعني مش صعبه خالص او كده. فاحنا دلوقتي هنشوف طريقه الماتريكس. خلينا يعني نشوف كده ده شغال ولا لا، شوف ده شغال ولا لا. لا مش شغال. طيب ثانيه اوصل بس الموبايل. طيب انا هنحل بقى المسألة في الفيديو الجاي على ما انا اشوف الموبايل ده مش شغال ليه، وبعدين نخلصها ان شاء الله بسرعة يعني.